على مدار 14 قرن اكتسب الإنشاد الديني أنماط متنوعة مع تطور كبير قوي شافته الدول العربية. المنشد المصري يحيى النادي قدر أنه يفوز بلقب منشد الشرقة، وده بعد منافسة قوية جدا مع مجموعة من المنشدين المتميزين واللي شاركوا في المسابقة اللي أقيمت بدولة الإمارات العربية المتحدة. خلونا نشوف تفاصيل أكتر في سياق التقرير اللي جاي. بدر على عرش الجمال تربع، فنفر قاد عن العيون ولوع. بعد منافسة صعبة فاز المنشد المصري يحيى نادي بلقب منشد الشارقة، وذلك في المسابقة التي أقيمت بدولة الإمارات العربية المتحدة، وكان فيها ابن محافظة المنوفية ممثلاً عن مصر، وأدى طوال المسابقة بشكل مشرف، وقدم المنشد يحيى النادي أداءً رائعاً حاز على إعجاب الآلاف من المتابعين. وتأهل المنشد يحيى نادي ابن محافظة المنوفية إلى السهرة الختامية لمسابقة منشد الشارقة، وذلك بعد تخطيه سهرتين سابقتين، ووصل إلى المراحل الختامية لينافس 5 منافسين للفوز باللقب، حيث نافس في جلسة نصف النهائي 9 متسابقين، تأهل منهم 6 إلى الدور النهائي للإعلان عن منشد الشارقة الجديد وسط دعوات الملايين. وحاز يحيى النادي على تصويت أعداد كبيرة من المصريين، وأعلنت اللجنة المنظمة فوز المنشد يحيى نادي بلقب منشد الشارقة للموسم 14 وسط حالة من الفرحة الكبيرة بين جميع الموجودين من الجالية المصرية في الإمارات، والتي حرصت على دعم المنشد المصري طوال المسابقة. هيهات أيها البدر الذي كمولاد، تبكيك عين محب أنت ساكنها، وكيف لا وكيف لا اصطباري عنك قد رحلا. نور البدر جميل في بهاء، يا بشرى برسول الله.